واحدة بتقول هل توجد أعمال سحر وشعوذة تؤخر الفتاة عن سر الزواج والشاب أيضا والعقد نفسية؟ هي أعمال السحر الوحيدة اللي بتؤخر الفتاة هي الحالة الاقتصادية اللي مش مخلية الشبان يشتغل. فلو بطل السحر والبطالة راحت هتلاقي خلاص البنات يتجوزوا. بس دلوقتي هيتجوز ازاي وهو ما عندوش قدرة يفتح بيت ويجيب شبكة ويجيب أساسات ويصرف على عيلة معاه لسه؟